نشرة منتصف الليل الأخبار، أهلا بكم مشاهدينا ونستهلها بالعناوين. استعدادات مكثفة بشرية ولوجستية لتأمين عودة طيبة خلال الصيف للتونسيين بالخارج وسط شكاوى من طول الإجراءات الديوانية وتشعبها. أعلنوا سنة 2020 سنة لدعم المنتوج الصناعي التونسي واستهلاكه في افتتاح الدورة الأولى للأيام الوطنية نستهلك تونسي. مع الموسم القياسي من الزراعات الكبرى، مراكز تجميع وتخزين الحبوب بتجرين تتوقف عن قبول كميات منها وسط تذمر واحتجاج الفلاحين. أهلا بكم من جديد. استعدادا لاستقبال الجالية التونسية المقيمة بالخارج العائدة لقضاء عطلة الصيف في ظروف مناسبة، تتكثف خلال هذه الفترة مختلف الإجراءات التنظيمية ويتعزز ميناء حلق الوادي بالعنصر البشري، وذلك بهدف تيسير دخولهم أرض الوطن. 256 رحلة للسفن الناقلة للمسافرين تمت برمجتها لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال الموسم الصيفي. إحداها وصلت اليوم من أحلق الوادي الذي استقبل قرابة 1800 مسافر و600 سيارة. من أحلق الوادي استقبل حوالي 700 ألف مسافر و300 ألف سيارة. بقى في العدد هذا الثلثي متاعهم في الشهرين هذوما جويلية أوت. وبالطبيعة حضرنا احنا الطواقم للإرشاد وتوجيه خارج الميناء وداخل الميناء. الشركة التونسية الملاحة ب 163 سفرة بالنسبة للفترة ما بين جنوة وحلق الواد ومارسي وحلق الواد، وفيهم 11 سفرة بالنسبة للزرزيس، وهذايا ب 440 ألف مسافر طاقة استيعاب جملية بالنسبة للفترة الدورية و 141 ألف سيارة. تحسين مستوى الخدمات والتسريع في الإجراءات مع حفاوة الاستقبال من أبرز ما لامسه التونسيون المقيمون بالخارج العائدون إلى أرض الوطن صيفا. برشا تنظيم بعضها على قبل باهي الحقيقة. والله خارقين العادة، السنين بركة كل عام وإحنا مشاكلنا، ما سنين الحمد لله. عملنا لهم اليوم برنامج ثري فيه تنشيط، فيه استقبال حار لهم هما على خاطر يحبوا كل ما يجيوا لبلادهم يجيوا فرحانين. الوزير المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج رضوان عيار أكد أهمية الإجراءات المتخذة لتحسين ظروف عودة المقيمين بالخارج خلال عطلهم خاصة الصيفية منها، ولحثهم للاستثمار في بلدهم. أهم شيء أنه رفعنا في عدد السفرات وهذا مهم برشا، وزاد فما معطى أساسي أنه التنقل عبر ميناء حلق الواد ما عادش هو الركيزة الأساسية، ولا عنا ميناء جرجيس اللي تم تقريبا الانتهاء من كل الأشغال اللي بدأت، وطبيعي بالطبيعة نستنى منها مش كان مجيء لتونس وقضاء بتبيع العطلة الصيفية، ولكن الاستثمار في تونس والعمل على أنه تكون بلادنا إن شاء الله موحدة إن شاء الله. الاستعدادات البشرية واللوجستية كلها إجراءات تتخذ وتتدعم في فترات الذروة هذه، والهدف يبقى دوما العودة في ظروف طيبة. أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سنة 2020 سنة دعم واستهلاك للمنتوج الصناعي التونسي، وجاء هذا الإعلان في كلمة ألقاها الشاهد في افتتاح فعالية الدورة الأولى للأيام الوطنية نستهلك تونسي إلى جانب عدد آخر من القرارات. أنت سهلك تونسياً أن تأكل أو تلبس أو تنتطي ما صنعته سواعد أبناء تونس ليس بالأمر الصعب، فخيرات البلد وصناعاتها أضحت في كل المجالات والقطاعات، حتى أنها ستتدعم بعد إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد إعلان سنة 2020 سنة دعم واستهلاك للمنتوج الصناعي التونسي. رئيس الحكومة أعلن أيضا في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات الدورة الأولى للأيام الوطنية نستهلك تونسي حزمة من القرارات أبرزها تخصيص يوم 26 من جوان من كل سنة يوما وطنيا للتشجيع على استهلاك المنتوج الصناعي التونسي، وبرمجة تدريس ثقافة استهلاك المنتوج التونسي لدى الناشئة انطلاقا من السنة الدراسية القادمة، وتعميم إجراء ينص على اعتماد صيغ مراجعة الأسعار تأخذ بعين الاعتبار تطور سعر صرف الدينار خاصة في إطار الصفقات العمومية الإطارية.
دعم للمنتوج التونسي، دعم لليد العاملة التونسية، خلق مواطن الشغل في المواطن الداخلية. يلزم نرسخ ثقافة الاستهلاك التونسي، والدول المتقدمة الكل معناها تقدمت وقت اللي كان عندها ثقافة معناها حتى من اللي تتقرى من المدارس أنه معناها نستهلك المنتوج الوطني وندعم المنتوج الوطني. هاشتاغ 619 هو معناها المنتوج الوطني، لازم الثقافة هذه تصير تولي موجودة والتوانسة الكل يقبلوا عليها. وذلك علاش نحبوا التوانسة الكل مبادرة هذه، مبادرة راهي معناتها الجماعية هذه، وين الخدمة علينا الكل، روح التضامن على القطاع نتاع طبعا الصناعات الغذائية، صناعة النسيج والملابس إلى غير ذلك. كل الموبيليا كيف الموبيليا اليوم راه احنا اليوم نصدروا 500 مليون دينار. صناعات وصناعيون سجلوا حضورهم في فعاليات هذه الدورة وتم تكريم عدد منهم. طيارة منتوج تونسي، أيدي تونسية، والحمد لله قاعدين نبيعوا في العالم الكل، يعني من أمريكا لأوروبا لآسيا كلهم يحبوا يشيوا الطيارة التونسية. حتى البرة تفرض روح، الأكلك موجودة، أنا شفت ثم سلعة أجنبية والله يكون خير منها. عنده مكان الجلد التونسي، وأنا ديجا نشجع على المنتوج التونسي، وكي نلقى منتوج تونسي باش نشجع أولاد بلادي ناخذ من عندهم. الدورة الأولى لاستهلاك صنع تونس ستواصل حتى 28 من جوان الجاري بمشاركة 180 عارضا في دعوة لاستهلاك المنتوجات الحاملة للعلامة صنع في تونس. هو الإشكال القديم المتجدد الذي يطرح كل سنة خلال موسم الحصاد والمتمثل في نقص مراكز التجميع والتخزين. هذا الإشكال فرض نفسه بقوة هذه السنة بتسجيل إصابة حبوب قياسية، وخلف حالة من التذمر والاحتجاج من بينها تلك التي شهدها مركز تجميع الحبوب تجروين من ولاية الكاف. أمام مركز تجميع الحبوب بتجروين من ولاية الكاف تصطف الشاحنات والجرارات بالليل والنهار أملا في إفراغ حمولتها من هذه الخيرات. بدينا نحزو في الشعير يا ربي، تجي كما نقولوا فيها تلوج، تجي توصل لنا للدوك تقعد بالنهارين، تجي تكلم كما نقولوا فيها المسؤول على الدوك يقول لك ما بيدي حيل، أنا راني عبد كما نقولوا فيها أداي الإمكانيات. عدد من مراكز تجميع الحبوب بالجهة توقفت عن قبول المنتوج بعدما تجاوزت طاقة استيعابها القصوى وسط تذمر الفلاحين، خاصة مع تواصل موسم الحصاد الذي لم تتجاوز نسبة تقدمه 40%. صور واحد من الزملاء الفلاحين مثال الجردة، قالوا له احنا انت من تجروين نقبلوش، احنا في الجردة صايد عبين، هكا في بقعة اخرى صايد عبين، ما عناش نعبو ما عناش ونعبو، انا في تجروين ها صايد اليوم ولا غدوة بالكثير ما عادش. وبعد وين احنا وين نطيشوها بعد 5 سنين جفاف؟ جينا عام طيشوه شاير. طاقة الاستيعاب في ولاية الكاف هي عندنا 700 ألف، احنا توصلنا 650 ألف، يعني في 23 مركز، المراكز كلها توقف على الانتاج على القبول، عندنا 5 مراكز سكروا كومبليت ما عادش يقبلوا يرجعوا الفلاحة. عملنا بها ربي إصابة قياسية معناها أكثر من العادي الحمد لله. بالنسبة لنا احنا عندنا طاقة نتاع استيعاب تجاوزناها، لذا معناها باش نقصوا لونكومبرومون تاع الفلاحه والواحد، ماذا بينا ديوان الحبوب يعجل لنا برخص للوثق. المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه اكدت ضروره نقل كميات من الحبوب المجمعه الى المخازن الكبرى بما يمكن مراكز القبول من استيعاب كميات اضافيه. عليه توا في الوقت الحاضر هو الترفيع في كميات الحبوب المشحونه الى المراكز المحوريه التابعه لديون الحبوب، وهذا كيفاش معناها بتوفير عدد كافي من الشاحنات الخواص والتابعه لديون الحبوب وتوجيهها الى ولايه الكاف. اشكاليات عديده تحيط بموسم الحصاد في ولايه الكاف وسط توقعات باصابه تتجاوز 2 مليون قنطار. في أخبارنا العربية والدولية، تتواصل لليوم الثاني أشغال ورشة المنامة أو ما يوصف بالخطوة الأولى لتنفيذ ما يعرف بصفقة القرن، إذ تناقش الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط. يأتي ذلك وسط جبهات رفض ومقاطعة من الفلسطينيين وعدد من الدول العربية. الشعار البراق لورشة المنامة بعنوان الازدهار من أجل السلام، ودعوات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفلسطينيين بأن ورشة المنامة هي من أجلهم وستفضي إلى مستقبل أفضل لهم، وقول مديرة صندوق النقد الدولي أثناء فعالية الورشة بأن السلام الإسرائيلي الفلسطيني بحاجة لجذب استثمارات دائمة للشرق الأوسط. كل هذه العناصر مجتمعة لم تفلح في التقليل من تأثير جبهات الرفض والمقاطعة لانعقاد ورشة المنامة.
فأول ما يلاحظ على هذه الورشة هو غياب المعني الأول بهذا الازدهار وهذا السلام، وهو الفلسطينيون. هؤلاء سواء كانوا سلطة أو فصائل أجمعوا على رفض نتائج ورشة المنامة وما تحمله من حلول. هذا الموقف الرسمي الفلسطيني يعكس موقفا شعبيا رافضا للورشة والخطة التي تروج لها. تكلل ذلك في تواصل المسيرات والوقفات الاحتجاجية المعبرة عن توجس الفلسطينيين من سكوت من يشرفون على الخطة عن قضايا أساسية وعلى رأسها الحدود والقدس وحق عودة اللاجئين ووضع المستوطنات الإسرائيلية وصمتهم عن حل الدولتين الذي تقبله معظم دول العالم. وثاني ما يلاحظه هو الحضور الباهت للدول العربية، بدا واضحا أن أغلبها يشارك على مضض، وأيضا مواقف بعض الدول العربية الرافضة لخطة ورشة المنامة، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر لبنان التي قال رئيس حكومتها سعد الحريري إن الحكومة والبرلمان يعارضان الخطة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الكويت من جهتها أكدت على لسان مندوبها الدائم بالأمم المتحدة أن التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يكون وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية. ورشة المنامة والتي تعتبر تدشينا فعليا لخطة الرئيس ترامب للتسوية في الشرق الأوسط، والتي اختير أثناءها البدء بالشق الاقتصادي وإرجاء الشق السياسي، يرى مراقبون أن هذا القلب للمراحل ربما يكون من أهم أسباب فشلها. في جديد الملف النووي الإيراني، قال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال إن إيران ستسرع من تخصيب اليورانيوم بعد أن تنتهي اليوم الخميس المهلة الممنوحة للدول الأوروبية كي تتحرك لمنع هذه الخطوة. في غضون هذا قالت موسكو إنها ستحاول إقناع الولايات المتحدة وإيران ببدء حوار وصفه بالمتحضر. نحو خطوات تصعيدية تتجه القرارات الإيرانية بخصوص ملفها النووي، فقد نقلت هيئة الإذاعة والتلفزة الإيرانية عن متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن طهران ستسرع في تخصيب اليورانيوم بعد أن تنتهي غدا مهلة ممنوحة للدول الأوروبية للتحرك لمنع هذه الخطوة. وكانت إيران أعلنت أمس عن البدء في تنفيذ الخطوة الثانية لتقليص التعهدات الإيرانية إزاء الاتفاق النووي، وذلك اعتبارا من 7 جويلية المقبل. وانتقد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني البيان الأوروبي الأخير الهادف إلى زيادة الضغط على إيران للاستمرار في تنفيذ التزاماتها. الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار في سياق ذاته إلى أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لم تبذل ما يكفي من جهود للحفاظ على هذا الاتفاق التاريخي، مضيفا أن من مصلحة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الوفاء بوعودهم بموجب الاتفاق، قائلا إن الولايات المتحدة تسلك طريقا خاطئا. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على قيادة إيرانية، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات الجانب الإيراني المتعلقة بهذا القرار. وتستهدف العقوبات الجديدة مجموعة من الشخصيات الإيرانية البارزة على رأسها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، خامنئي الذي وصف عرضا قدمته الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران بأنه خدعة. ونختم بجديد الساحة الثقافية. تستضيف مدينة المنستير هذه الأيام عددا من الفنانين التشكيليين من مختلف أنحاء العالم ليستلهموا من الثقافة المحلية عناوين جديدة لأعمالهم المنجزة في إطار انطلاق فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية. ورشات حية لإنتاج رسوم فنية أقيمت تحت سور المدينة العتيقة بأيادي أكثر من 100 فنان تشكيلي قادمين من 23 دولة عربية وأوروبية وأمريكية ليشاركوا في فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمنستير. جيت للمهرجان هذا أول مرة، نشجعهم ونزيد نشجعهم اللي يتواصل هالمهرجان هذا، ما لا سيما في منستير، بل بالعكس يعني احنا رحنا للصحراء، معناها ماذا بينا نعملوا مهرجان آخر في مدنين ولا في قفصة ولا في قابس، تكون معناها فكرة جيدة. أنا في رسومات تاعي، أنا في رسم التجريدي وشبه التجريدي، دونك نرجع كثيرا الى رسم القرى والديار توسا. دونك كي شفت الفيلاج تاع تطاوين شنيني، انا نقول لك في القريه نتاعي في الجزائر اسمها شوميني،
دونك لحقت هنا شفت فيلاج واسمه شونيني دونك قلت هذيك كتبت وراء اللوحه كتبت من دو شونيني اشونيني. اهم شيء في هذه الملتقى هي تعرف على مختلف الحضارات وتلاقح الحضارات سواء كان من إخواننا العرب أو إخواننا الأجانب من الدول الأخرى، بحيث نلمس الاحتكاك الإيجابي الكبير لتلك الحضارات. لقد مكنتني مشاركتي من اكتشاف تونس، لا سيما بعد قضاء 3 أيام في الصحراء التونسية والتعرف على تاريخ تونس الثري الذي كان ملهما للقيام ببعض الأعمال الفنية. وقد شكل هذا المهرجان السنوي مناسبة للتثاقف وتبادل الرؤى بين مختلف المدارس الفنية. عندنا ورشات مفتوحة للجمهور يلتقي فيها الفنانون، نحن اليوم عندنا 79 فنان أجنبي منهم ومعهم 26 فنان تونسي. المهرجان سوف يتفتح على محيطه، تفتح من داخل المدينة معناه وخرج للسور، ثانيا باش نخرج من المدينة في يوم الثقافي. وإلى جانب هذه الورشات الحية تتضمن هذه الدورة زيارة ميدانية إلى منطقة القلالات بالمكنين حيث تزدهر حرفة صناعة الأواني الفخارية. والآن مشاهدين مع تذكير بأبرز عناوين النشرة. استعدادات مكثفة بشرية ولوجستية لتأمين عودة طيبة خلال الصيف للتونسيين بالخارج وسط شكاوى من طول الإجراءات الديوانية وتشعبها. أعلنوا سنة 2020 سنة لدعم المنتوج الصناعي التونسي واستهلاكه في افتتاح الدورة الأولى للأيام الوطنية نستهلك تونسيا. مع الموسم القياسي من الزراعة الكبرى مراكز تجميع وتخزين الحبوب بتجروين تتوقف عن قبول كمية منها وسط تذمر واحتجاج الفلاحين. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام مشاهدينا، تصبحون على خير.